الشروط الواجب توفرها في مذيع إذاعة القرآن الكريم أن يكون ملما باللغة العربية، يستطيع أن يتكلم باللغة العربية، هذه واحدة. الثانية أن يكون لديه باك جراوند أو خلفية ثقافية إسلامية واسعة، يستطيع من خلالها أن يعمل في إذاعة القرآن الكريم. ثالثا أن يكون له الحس الإذاعي فيما يتعلق بالأمور الإسلامية، بالفكر الإسلامي، بكل ما يتعلق بالإسلام كدين وكشريعة. اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام. من فضل الله علينا إن من الله علينا بإذاعة القرآن الكريم، إذاعة ربنا في الأرض. عدد طبعا إذاعة القرآن الكريم، إذاعة قرآن من أسيرها 24 ساعة، الأسير بتاعها على مدار ال 24 ساعة، من تلوات نادرة وبرامج إذاعية وأحاديث نبوية، وبالنسبة للتسجيلات استوديو التسجيلات بالدور الثاني بإذاعة القرآن الكريم، الاستوديو هنا بنسجل فيه البرامج اللي هي زي برنامج كتوف من حدائق الإيمان، برنامج تسابيح من تسجيلاتنا الخارجية، برنامج دلالات في الآيات ماشي مع الإعلامي خالد الزنفالي.